السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم كيك خفيفة وهشيشة ومقادير بسيطة. كما سيبان لكم عندي فاني، عندي شخمارات، قبيصة ديال الملحة، كاكاو المر، هو هذا كاس ديال السكر حبيبات، كاس ديال الكوك اللي حمرته شويه كما تيبان لكم هكا كراميلي في هذا اللون، كديروا في البوطه مهيله كتحمروا كاس ديال الكوك بحال هكا، كاس الا ربع زيت، ثلاثه البيضات، انا استعملت ربعة حيت عاد ناخذ الاصفر، خيزوه وحده محكوكه بالحكاكه الرقيقه، كاس ديال الحليب، كاس ديال الحليب والدقيق حسب الخليط. بسم الله نتوكل على الله. كاس ديال السكر حبيبات، نضع معاه ثلاثه البيضات. من بعد ما ضفت البيض، ثلاثه البيضات بحراره المطبخ، غنضرب مزيان، خلطه مزيان بالدراج كهربائي او تستعملوا هومينيكس. ضربوا مزيان حتى يطلع مزيان البيض. نضيفوا البنات قبيصه ديال الملحه، بغيتي تضيفها في الاول ضيفها في الاول. نضيف كاس ديال الحليب. البنات انا استعملت ثلاثه البيضات، كنت حاطه اربعه، استعملت ثلاثه البيضات وخديت الابيض والصفر محتاجاه في حاجه اخرى، ها هو خليته احتفظت به. تم استعملوا غير ثلاثه البيضات بيكونوا حجم كبير بحراره المطبخ. كاس الا ربع زيت، ونضيف فاني. من بعد ما ضربت فاني والزيت، عاد نضيف الكوك، كاس ديال الكوك. شو كي تيبان لكم كامل يزيد بحال هذا اللون. نضيف كاس ديال الكاكاو المر الخاص بالحلويات، نخلط الكل. ومن بعد عاد نحيد هاد الدراب الكهربائي، وعاد نضيف خيزو اللي محكوك الجزر، من بعد البنات ما خلط الكل بالدراب اليدوي من بعد مدة خيزو وخلط الكل. دابا عاد نضيف الخميرة الكيماوية، نضيف جوج خمارات ونخلطهم. راه كتجي كيكه البنات بجميع النسمات، وكتجي سهله وزوينه وخفيفه. نزيد الدقيق، شوف حسب الخليط. من بعد البنات ما خلطت على هذا الشكل، جات خفيفه بحال هكا، على هذا الشكل خاصها تكون. درت فيها جوج كيسان ديال الدقيق، وعاد نضيف معلقه صغيره ديال الخل ابيض، الخل الابيض هذا عاد نضيف له معلقه صغيره باش كتخفف اكثر وكتجي ما شاء الله هشيشه. عاد نخلطها من بعد ما ضفت الخل،
نضيفوه باش نساجي من المقادير كامله. بعدا ناخذ المول ديالنا خديت البنات المول الدائري اللي كيتحل. من بعد ما دهنته بالزبده والدقيق رشيت عليه الدقيق كما تيبان لكم. عاد نهبط ليه الخليط بحال هكا من الفوق وتنهبط هبطو كامل في الفرار. راني شاعله تنكون شاعله في الاول فاش الله كنبدا نخدم الكاطو ديالي. بسم الله. بعد نديرو في الفران من بعد ما يطيب تابعوا معايا. من بعد البنات ما طابت كما تتبان لكم تجي طالعه ما شاء الله وغزاله. من الاحسن تستعملوا المول الدائري واللي كيتحل بوحدو اللي تنحلوه. عاد نشد الكوغدو وعاد نتقوم حدا الله كي سخونه لا تنخرجها من الفران. تندير الكوغدو بحال هكا باش نسقيها بالحليب او سقيوها باي سيرو معتمد عندكم تتحبدوه. بسم الله. حليب بارد اللي عزيز عليه الكيك تتكون خفيفه بحال هكا مسقيه. اللي ما تيبغيهاش مسقيه ما يسقيهاش بهذا الشكل. وعاد نخليها جانبا وعاد ندوز الكريمه ديالي. الكريمه ديالنا اللي عاد نديروها البنات هي عاد نستعملوا نص سطر ديال الحليب. هي 4 الكيسان كبار ديال الحليب، 5 المعالق 4 المعالق ديال السكر حبيبات على حساب الذوق، القشده الطريه او الياغورت طبيعي، معلقه كبيره ديال الزبده، 2 معالق ديال النشا وكوكو المر. بسم الله. نبدا بسم الله. حطوا ديروا الحليب في كاسرونه. اللي عندو نص سطر ديال الحليب راه عاد يديره نيشان. انا عندي هذا فيه يطرو. عاد نحسب 4 كيسان، 4 كيسان ديال العنبه ديال الحليب. نضيف ليه معلقه ديال الدقيق سكر حبيبات 4 المعالق كل واحد على حساب الذوق ديالو 4 حتى 5 المعالق. بسم الله. 1 2 3 4. انا عاد ندير غير 4 باش ما تجينيش حلوه بزاف. وعاد نخلط الكل. وندير 2 معالق ديال النشا. من بعد البنات ضفت نص كاس ديال العنبه ديال الكاكاو. نخلطهم كاملين. من بعد البنات ما طاب لينا لاكريم ديالنا خاصو يبقى هكذا خفيف ما يعقدش ليكم ثاني بزاف بحال هكا تيجي خفيف. عاد نضيف ليه معلقه عامره ديال الزبده. نضيف ليه معلقه عامره هكذا ديال الزبده كما تتبان لكم. نحركو لحد سخون الله تحيدو على النار. نضيف ليه لاكريم ليكيد. اما تستعملوا القشده اما تستعملوا الحليب دانون استغفر الله. من بعد البنات ما ضفت المعلقه عامره ديال الزبده ضفت لاكريم ليكيد او دانون حسب المتوفر. نخلطوه وتنساجي مع بعضياتو. كتجي الكيكة البنات ما نعاودش ليكم كتجي خفيفة وهشيشة كتجي غزالة ولاكخان ديالها كتجي غزالة بنينة.
والكيك ما كتحتاج كاع لهاد لا كريم، الا بغيتيش ديرو ما ديروش، بغيتيش ضيفو ما ضيفوش. عاد نشدو الكيك ديالنا نخو عليه هاد لا كريم، بحال هكا قادو باش يجينا. علاش نحبد لكم ليمون اللي كيتحلو من الجنب، من بعد ما يبرد عاد فنحلوه. التزيين اختياري على حسب كل واحد التزيين اللي بغا. انا عندي اللوز ايفيلي بحال هكا حمرته شويه. بغيتو ديروا فيرميسيل استعملوا فيرميسيل، بغيتو تستعملوا الشوكولا من بعد شوكولا محكوكه، على حساب المتوفر وعلى حساب التزيين اللي كتحبدوه. عاد ناخذ القرقاح كما تيبان لكم بحال هكا، كميه صغيره. التزيين تيبقى اختياري البنات، كل واحد يزين باش بغا والاذواق تختلف. بحال هكا نهرسو بحال هكا، صافي هاد الشكل. ونخليه يبرد ليا، نخليه تيبرد ان شاء الله، ندير في الثلاجه تيبرد وعاد نقسم معكم ونوريكم النتيجه النهائيه. شوفوا البنات من بعد ما بردات ليا مزيان، ها هي كما تتبان لكم بحال هكا جات لا كريم ديالها غزاله ما شاء الله. ما نعاودش لكم المذاق والشكل لا اروع. نقطع معكم واحد المغصو باش تشوفوا، شاركوا معايا. بسم الله، شوفوا ما شاء الله عن قرب، تجي خفيفة وغزالة. واخا ما ديرش لا كريم ماشي مشكل، عاد تكون بنينة لأن بالجزر تجي لذيذة ما شاء الله كما تيبان لكم هكا عن قرب، تجي غزالة ما شاء الله. لكم الصحة والعافية، نتمنى لكم الصحة والعافية، نتمنىكم تكونوا بألف خير. شوفوا كيفاش جات بالكم ما شاء الله، الله يعطيكم الصحة يا ربي. عواشركم مبروكة وعيد مبارك سعيد، كل عام وأنتم بخير.